وللمزيد من التفاصيل حول مبادرة العقود النموذجية معنا الآن عبر الهاتف الأستاذ أو سعادة المهندس مذكر بن دغش القحطاني، مدير عام مكتب الوثائق والاستشارات الهندسية. مهندس مذكر، حياك الله معنا في أخباركم. يا هلا بك، حياك الله أخوي، وحيا الله السادة المشاهدين والمشاهدات في قناة المجد العزيزة. دائما نسعد بإطلالتك باش مهندس. بداية ودنا تحدثنا أكثر ونعرف تفاصيل هذه المبادرة، وش الفائدة منها؟ طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة العقود النموذجية هذه مبادرة نشأت في الهيئة السعودية للمقاولين، وهي التي تبنت مثل هذه العقود نظرا لأهميتها في قطاع الإنشاءات. العقود النموذجية هي التي تنظم العلاقة بين المقاولين من جهة والملاك من جهة. المشكلة دائما لما يصير في مبادرات يا أستاذ الكريم يكون في مشكلة سابقا، المشكلة وتم يتم حلها بمثل هالمبادرة أو المبادرات. المشكلة كانت في السابق يا أخي الكريم هي عدم وضوح وجود عقود منظمة ومرتبة وواضحة لطرفي التعاقد، فيكون العقد اللي موقع لأحد الأطراف مثلا أو يميل لأحد الأطراف وهو في الغالب المقاول، خاصة في عقود المقاولين والمشروعات الصغيرة يكون المقاول في الغالب هو الذي يتولى صياغة هذا العقد ويكتب صفحة واحدة عبارة عن المبالغ المالية التي للمقاول، في حين يغيب تغيب المواصفات وتغيب الشروط وتغيب البنود المهمة في هيكل العظم للعقد، مما ينتج عنه إما مخرجات سيئة في التنفيذ ورديئة في التنفيذ أو مشكلات تعاقدية قانونية وقضائية يشغل بها الجهات القضائية. الجهات القضائية يمكن 90% من مشاريع من مشاكل العقود المقاولات هي في المشاريع الصغيرة، ولذلك تبنت الهيئة السعودية للمقاولين هذه العقود لتخرج بصفة مبسطة وسهلة وليست معقدة كالعقود الكبيرة أو في المشاريع الكبيرة، ولتنظيم العلاقة بين أطراف التعاقد بشكل سهل ويوصل للجودة المطلوبة وبأقل قدر ممكن من النزاعات. نعم. جميل مهندس، أنت ذكرت أن المشكلة السابقة هي عدم وجود صورة واضحة لطريقة وآلية التعاقد بين الطرفين. في الفترة القادمة وش راح تحسن هذه العقود النموذجية يعني بشكل أفضل عن الفترة اللي سبقتها؟ نعم، أولا اسمح لي أن أذكر وش هي العقود اللي موجودة. العقود اللي يعني أخرجتها الهيئة السعودية للمقاولين هي 25 نموذج عقد تشمل كل نشاطات المشروع، من بداية إنشاء الكامل وتسليم المفتاح، تجهيز الموقع، بناء الهيكل الإنشائي، أعمال السباكة، أعمال الدرازينات، أعمال اللياسة، العزل المائي، الأرضيات، المسابح، الأعمال الكهربائية، أبواب الحديد، الخشب، تركيب النوافذ، أنظمة الاتصال والصوتيات، تركيب المطابخ أيضا، أعمال المصاعد، تمديد الغاز، أنظمة مكافحة الحريق، أعمال الدهان، أعمال التكييف، الأنظمة الأمنية، أيضا الطاقة الشمسية أدخلوها مؤخرا في هذه العقود، وأعمال البستنة والري والتكسية الخارجية وأعمال الديكور. هذه 25 نموذج عقد مفصلة ومرتبة بين ثلاث وثائق هي الوثيقة الأساسية للعقد والتي تمثل الهيكل العظمي لأي عقد وأي نوع من اختفاء أو عدم وجود بند من هيكل العظمي للعقد يؤدي إلى نزاع، ولذلك هذه ثابتة في جميع العقود. جميل. بعد ذلك وضعت الشروط الخاصة لهذه العقود من الدفعات والمبالغ المالية وبعض الشروط الخاصة بكل نوع من أنواع العقود. النقطة الجديدة في هذه العقود والتي لا توجد على نطاق العالم العربي والدولي على الإطلاق هي المواصفات الفنية لجميع هذه العقود ووضع اختيارات للطرفين أن يختاروا بين المواصفات. تم عمل دراسة على مستوى العالم ويسمونها الدراسة المعيارية لمعرفة هل يوجد مثال لمثل هذه العقود. وجد مثلا في عقود الفيدك الشورت فورم أو المختصر، ولكن شروط عامة ولا يوجد مواصفات إلا في هذه العقود النموذجية التي جميل. أخرجتها الهيئة السعودية للمقاولين. ما شاء الله. نعم. باش مهندس، يعني بعد كل هذه التفاصيل 25 عقد وبكل هذه البنود والتفاصيل،
يعني نقدر نقول ما باقي على المستهلك إلا أن يحط البيانات نسخ ولصق ويحطها في العقد. أحسنت. لكن إذا سمحت لي أختم معك مهندس مذكر والوقت يضيق فينا، بحكم خبرتك وإحنا دائم نشوف مشاركاتك سواء عبر إصدار الكتب أو ظهورك الإعلامي الدائم، لو تكلمنا بشكل سريع عن دورك في صياغة هذه العقود. طبعا الهيئة السعودية للمقاولين هي التي أخرجت هذه العقود، والهيئة تتعاون مع استشاريين مثل هذه العقود كأي نماذج عقود. الهيئة تقوم بمشاركة الاستشاريين لتنفيذ مثل هذه العقود من حيث الصياغة والأشياء القانونية، لكن أحب أن أقول أن الهيئة خطت خطوة يعني استباقية ضخمة في أن تضع هذه العقود في نظام اي تي او كمبيوتر، نظام معلومات، ووضعتها على هيئه تطبيق او موقع الكتروني بحيث انه يدخل المقاول والمالك ويجريون التعاقد اونلاين وعبر وسائل التواصل الاجتماعي التقني بدون اي انهم يتقون، وجميع المواصفات موجوده، فقط يملا الفراغات اللي ذكرتها. ما شاء الله تبارك الله، كل هذه التفاصيل، وباذن الله ان هذه الخطوه مثل ما شاهدنا في اعلان هذا اليوم هي خطوه تسبق سنين عديدة، وإن شاء الله نشهد أثارها على قطاع التشييد والصناعة وأيضا أثرها على المستهلك بشكل عام. كان معنا المهندس مذكر بن دغش القحطاني المدير العام لمكتب الوثائق للاستشارات الهندسية، شكرا على هذه الإضافات وعلى هذه المعلومات.